السؤال الثاني يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا وبعد ذلك أعادها أبوها إليه وعاش معا بعد ذلك وأنجبت له ولدين، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ هذا السؤال فيه إجمال. إن نعم. كان الطلاق ثلاثا متفرقة فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطلقها الزوج الثاني، فيتزوجها الزوج الأول بعقد جديد، يطلقها أيضا برضاه. في شك أنه يطلقها باختياره. نعم. أما إذا كان الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فإذا كان أحد أفتاه باسترجاعها واسترجعها فلا بأس عليه في ذلك. والحاصل أنه نرى له أن يراجع القاضي أو يراجع المفتي المعتمد في جهته ويذكر له تفاصيل ما وقع، وسيجد إن شاء الله الحل الصحيح. نعم. نعم.